السلام عليكم متابعي مسلسل القضاء، أهلا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن الحلقة ما قبل الأخيرة من مسلسل القضاء، الحلقة الغير منطقية والمربكة واللي سابت لنا تساؤلات كتيرة جدا جدا، وعن توقعات الحلقة الأخيرة لمسلسل القضاء. بس قبل ما ندخل بقى في حلقة النهاردة، ياريت تتأكد أنك مشترك في القناة ومفعل زر التنبيهات عشان يوصلك إشعار بالحلقات الجديدة أول ما تنزل، وما تنساش تتابعني على الانستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك. ويلا بينا نبدأ في حلقة النهاردة. كل حدث ممكن أن يحدث في العالم له احتمالات كثيرة ممكن أن تحدث في عالم الأمثال. دي كانت القوت بتاعة الحلقة واللي جات لنا في الآخر كده قبل ما يجي لنا فلاش باك من جيلين، أو يعني خلينا نقول إن هو فلاش باك من جيلين بتتذكر فيه كل حاجة. مبدئيا كده رتم الحلقة طبعا يلجاز بيسبح في المحيط، وبنشوف إن هو بيحاول إن هو خلاص لقى نفسه مش هيقعد على الجزيرة وبيحاول يسبح، وهم بيوصلوا إن هو على جزيرة وبيبعتوا ناس تنقذه، وفجأة من لا شيء كده بيجي لجيلين اتصال ان تم انقاذ يلجاز، ويلجاز خلاص بيروحوا بيلاقوه تمام والحياة وردي خالص وبيتم انقاذهم وبيتم الجواز ما بين توتشا وما بين النائب إفا، وبينقلوا من اسطنبول وبيروحوا يأجروا بيت والبيت يكون ملعون. وبنشوف جيلين وهي بتقول ليلجاز ان احنا ملعونين، فاحنا بدأنا حياتنا من موت انجي. وبعدها بنشوف بقى فلاش باك بكل الاحداث اللي حصلت مع ظهور شخصيات كتيرة كانت معانا من بداية الاحداث في المسلسل وهم اساس المسلسل. عندك متين قايا، وعندك رضوان، وعندك كمان انجن وما ادراك ما انجن، وطبعا انجي اللي هي بتقول له احنا بدأنا حياتنا من موت انجي. ركز على الكلمة دي قوي، بدأنا حياتنا من موت انجي، فاحنا ملعونين. طبعا كتير منا بيتساءل، اول حاجة بتيجي في بالك كده غير منطقي ان هم ما جابوش الجاز بيتنقذ ازاي. بصوا بخبرتي مع سما، فانا احب اقولك ان انا يعني انا مش عارف هل اقولك توقعاتي مرة واحدة وتحليلي الاحداث مرة واحدة، ولا ارملكوا كل التوقعات واحنا نشوف. فمن الاخر انا هقول لكم من البداية كده توقعاتي وتحليلي للاحداث اللي حصلت دي، وفي الاخر هسيب لكم احتمالات تانية من الممكن انها تحصل، بس توقعي ده هو الاساس لان انا خلاص يعني احنا عرفنا سما بتشتغل ازاي. مبدئيا كده لو تلاحظ معي، هي طبعا هما سما بتبقى قصده انها تزرع لك حاجات تشككك عشان خاطر انها كنوع من انواع التشويق، كحافز من انواع التشويق. فما جابتلكش الجهاز اتنقذ ازاي وجابت لك في الاخر الفلاش باك ده كله عشان اول حاجه تيجي في بالك تقول ان الجهاز ما تمش انقاذه ولا اي حاجه، وان هو مات وجيلين قاعده منهاره دخلت في اكتئاب وبتتخيل كل اللي حصل ده كله. وفي الاخر بقى بيجي لها احتمالات، طب يعني ماذا لو احنا ما كناش اتقابلنا خالص وكل حاجه، وجابت موضوع الفلاش باك ده، والفلاش باك ده كده كده كان هي اصلا كتكريم للشخصيات عموما. بس ده كله هي سما بتلعب على اعصابك عشان خاطر توصل لك الاحتمال ده. ولكن تحليلي للي حصل والاحداث اللي بتحصل دي كلها، هي سما قصده ما تجيبلكش مشهد انقاذ الجاز عشان خاطر توديك الشك ده كله، وان دي كلها مشاهد فلاش باك عباره عن تكريم للشخصيات اللي ظهرت دي. خلاص حلقه اخيره فبتظهر لك الشخصيات كلها موجوده. طب واحد هيقول لي طب بارس ليه ما ظهرش؟ اقول لك ان 100% بارس مش هيظهر، لان بارس خرج من المسلسل بشكله جامده من الاخر، هو اراد ان هو يخرج وهم شوهوا سمعته، فطالع بخناقه ما اظنش ان هو هيوافق ان هو يرجع يظهر بمشهد او مشهدين حتى لو تكريميين في المشاهد، وما اظنش ان هم هيظهروه لان هو طلع فضحهم برضو من الاخر، قال لهم ان انتوا ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده، فما اظنش ان هم هيظهروه اصلا في المشاهد دي. بس ايا كان، طيب ايه اللي حصل بقى في الاحداث؟ ركز معايا كده. ازاي هي بتقول له احنا بدانا حياتنا من ايه؟ من بعد موت انجي. طب القفلة كانت عبارة عن ايه؟ القفلة كانت عبارة عن عيد ميلاد لجيلين والجاز، عيد ميلاد لجيلين قصدي، قبل ما تقابل الجاز تماما. انجي وانجن جايين لها في العدلية وواقفين معاها وبيدوها التورتة، وبنشوف جيلين، ركز معايا بقى جدا، القفلة اتقفلت على ان جيلين بتتمنى امنية مغمضة عنيها وبتنفخ وبتتمنى امنية بعد ما الجاز خرج من اوضته، وبعد النظرات اللي حصلت ما بين الجاز
الجاز وما بين جيلين كده لبعض، والجاز بيعدي بتقوم جيلين عامله ايه؟ بتتمنى امنيه. طبعا ده حصلت كتيره، هم بيؤمنوا بالحاجات دي، بتتمنى امنيه في عيد ميلادك بتحصل. بالمناسبه عيد ميلادي يوم 22 بقى، يعني امنيتي اتمنى ايه دلوقتي؟ اوصل مثلا 20,000 يا جماعه قبل عيد ميلادي. ما علينا. فهي تمنت، القفله كانت عباره عن تمني، تمام؟ فتمنت الامنيه دي ايه بقى؟ من وجهه نظري ان الامنيه دي كانت انها تبقى مع يلجاز، تبني حياه مع يلجاز، ان هما ان هو يحبها، كانت معجبه بيه، فهي تمنت في اللحظه دي بالظبط ان يلجاز يحبها. طيب وايه اللي حصل بقى؟ اتجمعت بيلجاز ازاي؟ عن طريق موت انجي. يعني الامنيه دي هي في دماغها بقى دلوقتي، يعني من الاخر كده الاحداث اللي حصلت دي كلها احداث حصلت حقيقيه، ده مش خيال، خلاص تم انقاذ يلجاز بالفعل، هيسيبوا حياتهم ويروحوا وينقلوا من اسطنبول، وجابوا البيت والبيت منحوس والبيت مشؤوم، وزي ما حصل كل ده الاحداث دي كلها حصلت وتمام ومية مية وخلاص، وكل ده حصل وهي حامل وهم قاعدين، وبالفعل لقوا جثة في البيت وقاعدين وبيتكلموا مع بعض، وهي بتقول له ان احنا ملعونين وبدأنا حياتنا على موت انجي عشان خاطر انها تمنت الامنية دي في عيد ميلادها، وتم التجمع ما بينهم هما الاتنين كده في موت انجي، لان هما الاتنين اتعرفوا على بعض وقربوا من بعض امتى؟ بسبب موت انجي، وبسبب ان شينار هو المتهم في قتل انجي، وان الجاز وكلها ليه، وبدأوا يقربوا من بعض هنا، بدأوا حياتهم بالفعل بموت انجي. فكل اللي حصل في الحلقة ده كله ما هو الا تشويق، بس ده اللي حصل، ده اللي هيحصل، دي هي ده سيناريو الحلقة الاخيرة اللي هيحصل، وهو تمام هيكملوا في البيت عادي وتمام، والنهاية هتكون سعيدة زي ما احنا قلنا. بس هو ده كله مش خيال ولا حلم ولا اي حاجة، لا هي معروفة كده ان ده هيكون، يعني ان اتجمعوا بسبب موت انجي، ده توقعي للاحداث، ده توقعي الاساسي. ليه انا ما قلتش احتمالات في البدايه؟ لان انا حبيت ان انا اقول التوقع مره واحده. الاحتمال الثاني ده بقى ده وارد جدا حدوثه، وهو بالفعل النهايه التعيسه، ان يكون يلجاز بالفعل مات، وان هي قاعده بتتخيل حياتها من غير يلجاز، وان يلجاز بقى بعد ما مات قاعده مظلومه كده مثلا في جنازته، او بعد ما عرفت خبره انعزلت عن نفسها، تكون قاعده بتتخيل كل ده، وتخيلت حياتها كلها مع الجاز ان هو اتنقذ وتم انقاذه، وبتتخيله ولما تم انقاذه خلاص بقى بتتخيل الحياة ان هو تم انقاذه، فتخيلت كل ده حصل. بس برضو بعد ما تم انقاذه، طبعا ده كان في خيالها، لان احنا دلوقتي بنتكلم في احتمالات ان هي تعيسة ان الجاز مات، فهي قاعدة بتتخيل، وفي وسط خيالها كده قطعتها الكآبة ان هم سكنوا في بيت مشؤوم ولقوا الجثة، وهي بتقول له ان احنا برضو ملعونين عشان بدأنا حياتنا عن طريق ان احنا تمنيت امنيه ان احنا نتجمع، واللي اتجمعنا عن طريق مين؟ موت انجي. فساعتها انها برضو متخيله في دماغها ان هم ملعونين بسبب الموضوع ده، بسبب عيد الميلاد بتاعها ده، وبسبب انها تمنت الامنيه دي، فخلاص هم ملعونين ومات الجاز. وهي حتى لما بعد ما مات الجاز بتتخيل حياتها من بعد ما هو بتتخيل حياتها ان هو ما كانش مات وبيتم انقاذه، فخلاص ايه اللي هيحصل؟ بس برضو حتى في الاحتمال ده بتتخيل ان برضو بيحصل مصيبه، لان هم في الاساس ملعونين. فهي كده كده سواء نهايه سعيده او النهايه تعيسه، سواء النهايه ان الجاز تم انقاذه بالفعل وان كل دي احداث حصلت، او النهايه الحزينه بتقول ان الجاز مات وهي عماله بتتخيل ده، ففي كل الاحوال كلها بنروح لنفس النقطه، وهي نقطه ان هم ملعونين، ان هم بداوا حياتهم بامنيه من جيلين اتحققت، ان هم يتجمعوا مع بعض ويحبوا بعض، بس اتحققت عن طريق موت انجي، فهم بداوا حياتهم عن طريق موت انجي. اتمنى تكونوا فهمتوا، انا نفسي تهت والله، بس هو ده الاحتمالين الوحيدين اللي انا متوقعهم لتحليل الاحداث. هنختصرهم مع بعض اختصار سريع كده، تمام؟ النهاية فيها احتمالين، انا متوقع فيهم احتمال واحد. الاحتمال الاول وهي النهاية السعيدة، وهو ان كل الاحداث دي حصلت بالفعل، وانها فعلا يعني قالت للجاز في الاخر كده ان احنا بنينا حياتنا على موت انجي، وبتيجي بيجيب لك بعدها الفلاش باك وكل حاجة وهي بتتكلم، ان هو سبب الكلمة انها قالت الجملة دي ايه؟ انها في عيد الميلاد ده اتمنت ان هم يتجمعوا مع بعض هي ويلجاز، وفعلا تم التجمع ما بينهم بس عن طريق موت انجي. فكده كده هم ملعونين ان هم بداوا حياتهم عن طريق موت انجي، بس يكون النهايه هتكون سعيده في الاخر عادي، وان كل الاحداث دي حصلت، وهيتم تنظيف البيت وقشطه، وهيكملوا حياتهم والنهايه السعيده مع بعض في الكرفان زي ما قلنا. الاحتمال الثاني بقى وهو ان تكون فعلا النهايه حزينه، وان يكون يلجاز ما تمش انقاذه، عشان كده ما جابولناش مشهد ان هو انقذوه ازاي،
ويكون بالفعل هو مات وهي دخلت في حالة انهيار عصبي وانصدمت وبدأت تتخيل ان هم انقذوا الجهاز وانها راحت المستشفى ولقته وتمام ولقته هو موجود معهم وبدأت تتخيل بقى حياتهم عادي عادي عادي، ولكن برضو تخيلها بيوصل للاخر ان هم ملعونين وان هم بسبب الامنية اللي هي اتمنتها في العيد الميلاد ده وان هم بدأوا حياتهم على موت انجي. وطبعا النهاية هتكون سعيدة ان تعيسة قصدي في الحالة دي ان الجهاز مات. ده هو الاحتمالين الوحيدين لسير الاحداث في الحلقة الاخيرة اللي احنا هنشوفهم. من الممكن يكون انا عشان حابب ان انا اشوف نهاية سعيدة فانا ميال للنهاية السعيدة، بس ايا كان مش هيخرج عن الحدثين دول. فهو خلاص تويست النهاية وتويست الحلقة الاخيرة هو الامنية اللي جينين اتمنتها في يوم العيد الميلاد ده فقط لا غير. ده هو كل يعني ده احتمال الحلقة الاخيرة عن الاحتمالين دول. ياريت تقول لي رأيك ايه في الكومنتات وتقول لي توقعك ايه برضو في الكومنتات، وياريت لو تعمل لايك وشير للحلقة، وياريت انت مش مشترك تشترك في القناة وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديدة اول ما تنزل. متنساش تتابعني برضو على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله.